اخبار الاهلي والزمالك نروح للمنتخب الوطني واللي بيبحث مسؤول اتحاد الكره في الوقت الحالي على امكانيه انهاء التعاقد مع البرتغالي فيتوريا. الملف ببساطه ليه ثلاث سيناريوهات قبل السيناريو الاخير بتاع ميكالي. السيناريو الاول ان الراجل ياخد هو طبعا راجل مصمم ان هو اتكلم في بدايه كلامه وقال لك انا جيت عشان اصعدكم كاس عالم مش اخد بطوله افريقيا. كلام كتير طبعا موجود وتصريحات كانت موجوده مباشر على الهواء يعني. الملف بيتكلموا في حاجتين، ان الراجل ياخد فلوس شهر يناير الجاري لانه بعد خروجه بعد 15 يوم من حقه ياخد الراتب وفوقه 100,000 دولار وما ياخدش الشرط الجزائي اللي هم 600,000 دولار، لكن الراجل مصمم ان ياخد 800,000، 200,000 شهر اللي هو راتب شهر يناير واخد ال 600. ده في حاله ان الراجل يمشي، والرغبه جوه الاتحاد الاغلبيه عاوزينه يمشي، في بعض الناس محتاجاه يكمل لمشوار كاس عالم واعتقد لسه الموضوع لم يحسم. اما بالنسبه بقى للسيناريو الاخير اللي هو الراجل يقعد ده لسه ما اتحسمش، او السيناريو الجديد اللي ظهر على سطح الكره المصريه ان هم بيرشحوا المدرب البرازيلي ميكالي ان هو يدخل مكان الراجل في حاله رحيله، والناس بتقول ان الراجل ميكالي ده على درايه كبيره بلاعيب المنتخب سواء الشباب او حتى المنتخب الكبير وعنده خبره كبيره بالكره الافريقيه وماشي كويس مع منتخبنا الاولمبي، وطبعا هو قدم مستوى كبير جدا في الفترة الأخيرة، ناهيك بقى أن هو كمان تأهل إلى أولمبياد باريس مع رفقة المنتخب المغربي. فبالتالي هل ستكون رحلة ميكالي مستمرة مع منتخبنا لأن يصل إلى منتخب الأول؟ ربما تلك السيناريوهات اللي ظهرت ربما واحد فيهم يطلع للنور.